أكد رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني أن إكمال مشاريع نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى الترشيد في استهلاكها سيوفر طاقة مستمرة ومستقرة. توليد وإضافة محطات إنتاج، عندنا اهتمام ومتابعة وتخطيط ومشاريع حالية ومستقبلية بخصوص النقل والتوزيع. لا بل أن البعض ومن الفنيين يؤكد أنه إذا تم إكمال كل محطات النقل والتوزيع ورافقها جباية وترشيد، ممكن إحنا نقدر نوفر كهرباء مستمرة ومستقرة للمواطنين، وهذا جانب مهم نعمل عليه. أكيد العمل يراد له جهد، يراد له وقت، يراد له صبر.